السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الأشين تاعي سعيدة كوزين. اليوم راح ندير معكم فطائر كما راكم تشوفوهم باهيين يهبلوا بنان. هذا الفطائر راح يكونوا بالجاج. نحتاج لهذا الفطائر كمقادير: نص سطرة حليب، الحليب يكون دافي، زوج مغارف خميرة، خميرة الخبز، معهم زوج مغارف سكر. نزيد لهم نص كاس زيت. راح نخلط هاد المقادير مع بعضهم شوي، ومن بعد نبدا نزيد في الفرينه. الفرينة هنا نبدأ نزيد بزوج كيسان ونخلط حتى نتحصل على عجين يكون طري. بعد تتلم لاباط وتحصلوا العجين طري، نعجنوه مليح ومن بعد نغطيه ونخليه يتخمر. خليه يتخمر مليح نص ساعه ساعه على حسب الجو تاع الكوزينه تاعكم، المهم حتى يتضاعف حجمه. نخلي العجين تاعي يتخمر مليح ونروح نوجد الحشو. حطيت المقلة على النار، درت فيها كمية من الزيت. هنا درت 3 مغارف زيت. حطيت بصلة، كنت قصيتها، درت أنا البصلة الخضراء، قصيتها طرف صغار وقليتها مع 3 سنات شو. تتقلى البصلة تاعي شوي ونزيد لها الفلفل بنوعيه الحار والحلو. انا درت فلفلة من كل نوع، تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا كما بغيتوا. اللي ما يحبش الحار يقدر ينحي الحار. نزيد نقلي الفلفل شوي ونزيد له الجريوات. الجريوات هي القرع الاخضر. ربي جريواتي في الرقيق وزدته للخليط.
نقلي شويه ومن بعد نزيد الكميه تاع الدجاج بعد قصيته دي مغصو صغار. نخلط المكونات كامل مع بعض، نتبل بالملح والفلفل الكحل، اللي بغى تزيد توابل اخرى تزيد، انا هنا درت غير ملح وفلفل الكحل. زدت زوج مغارف معدنوس، نخلي الخليط هذا كامل والحشو تاعي يطيب. نغطي الحشو تاعي ونخليه على نار هادية حتى يطيب. هنا بعد لي طاب الدجاج تاعي وطاب الحشو تاعي كامل، راح نزيد له كمية من الفرماج طري، كمية تكون مليحة، زوج مغارف معمرين مليح. نخلط شوي، نطفي على الخليط هذا وعلى الحشو هذا، والفرماج دوك يذوب في السخانه نتاع الدجاج والمكونات الاخرى، ونخليه على جنب يبرد. نرجع للعجين تاعي بعد يتخمر، كيما راكم تشوفوا تخمر مليح على كيف هكا يكون لازم يتخمر مليح. نخرج منه الهواء ومن بعد نشكله كرات. نزيد نغطي هاد الكرات تاعي ونخليهم يزيد يتخمروا مرة ثانية تقريب 20 دقيقة. هنا الوقت دايما على حساب الجو، اذا سخون الحال ولا بارد، مهم ثم تشوفيهم بلي راهم تخمروا مليح. بعد يزيدوا يتخمروا الكره تاعي نبدا نحلهم بالوحده. نجيب القنوص تاعي ونرش في فرينة ونحل هاد الكره. هنا نحدد النصف قد قد او الوسط تاع هذه الدائره اللي درتها. النصف الثاني راح نشقه بهذا بالموس ولا بهذا الموس تاع البيتزا، نشقه بلا ما تقطعوا العجين تاعكم. نحط الحشو تاعي، الحشو كما شفتوا انا قسمته على عدد الخبزات اللي خرجوا لي. نحط الحشو تاعي في الجانب اللي ما شقيتوش او اللي ما فتحتوش بالموس، ومن بعد نرولي.
وهذا هو الشكل تاع الفطائر. نزيد نخليهم يتخمروا مره ثانيه او مره ثالثه. خليت الخبزه تاعي زادوا تخمروا المره الثالثه، المره هذه خليتهم ربع ساعه. هنا نجيب باش ندهنهم، عندي صفار بيضتين وزدت لهم شويه تقريب مغرف من صويا صوص. ومن بعد ندهن الوجه تاع الخبزه تاعي كامل ونحطهم في الفرن اللي كنت سخنته على درجه حراره 180 درجه. وهم لكم الخبزه تاعنا والفطائر تاعنا المحشيين بالدجاج بعد اللي خرجتهم من الفرن، فطائر هايلين يجيو طريين يجيو بنان بزاف. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوهم ويعجبوكم، تاكلوهم بالصحة والهنا وصحة فطوركم.